شباب، معاكم حلقة جديدة مع زابليور اياد. وانا النهاردة جايب لكم لعبة لودو. اكيد اللعبة كلكم عارفينها، دي لعبة مشهورة جدا، يعني مشهورة حتى في العالم يعني. فالنهاردة هلعب مع حد، فانا قلقان جدا احسن بص يغدر. فهو نلعب دوس كلاسيكي، نلعب اتنين عشان ايه تخلص بسرعة. اختار انهي الاصفر. اخد 1500 عشان ايه انتوا عارفين بقى، عشان لو جلت. يلا بينا. ده ايه ده من العالم ده ولا ايه؟ يلا بسم الله يا رب ماتش معايا. طب بص، احنا دلوقتي لازم يعني نخش في الاصفر اللي عندنا الجون بتاعنا يعني عشان نكسبها. يلا بصوا يا شباب، انا بقى بدي حاجه اسمها حاجه زي كده اسمك ايه، غداء دي تتغدى دي ولا ايه؟ استنى غزة. يلا بقى انا عايز انام، انت هتنيميني معاكي والله. ايه ده؟ بصوا دي من الحاجات اللي هو بيجيلك رمز التعبيري، لو عايز تكلمها تدوس دردشة. ايه ده؟ تجالي 6 ان شاء الله، انا طلعتش واحدة والله عليا، ده انا اسطوري بجد. اهو حرك دي كده، ده بص اتفرج على الفيديو وشوف احترافي. احتراف زبلير ايد ده بيسموه احتراف عشان عارف يعني، ده بيسموه احتراف. بس برضه في حركة انا هعملها دلوقتي، ان هي اول ما تيجي هنا وتعدي من الخط النجمة دي هجلدها على طول، مش هستنى انا، انتوا عارفين انه انا مش بستنى. انا بقول اهو ايوه. انت ايه ده، انت بنت برده قوي، على خير احسن تقتلني. انا قلت انا خد احسن الجايز يا شباب، تقول ايه يا شباب؟ انا اتجلدت انا غلبان البيت قضت عليا فنشتني عملتلي ديفيت. طب يا شباب اقول لكم انتوا عشان اللي حصل لي ده، عشان انتوا مشتركتوش في القناة، انا عارف اشتركوا في القناة عشان خاطر دي هتدخل. لا هتدخل. لا يا شباب انت غبية اوي، كنت دخلتي شوية عشان لا والنبي لا، والنبي لا، انا لسه اندفع 1500 عشان العب. لا يلا عادي. يلا انت عايزه بس اتحركي كده يا حاجه. ميت ان شاء الله، مش عايزه الجلد يعني، خلي الجين كده يمشي على خير. لا لا ده شكله مش على خير ابدا. انا بس مش عايز اغدر بيكي الصراحة يعني، اغدر انت هتهرب ان شاء الله. المهم انا بس ايه حركت واحدة، كنت خايف الصراحة بس كده اهو. يلا بقى اتحركي، انا البت دي قلقان منها، قلت لسه قلقان منها. لا يا رب ما كنتش ده اتنين، يا رب الحمد لله. رب يلا. لا هرب. اوكي حلوة اوي كده. هو انت عدي كده يا حاجه انت، لا ده انتوا اتحركوا لي دي ما شاء الله. حلو قوي.
يعني انتوا كده قصدكوا ان انا عايزه اتجلد؟ تلدين انا مرمزل؟ لا مرمزل مش عليا دي. لا انا خايف مش عارف ليه يعني مقلق. بصراحة أنا جلد وش كده يعني أنا كده كده خسران مش عارف أروح منين. شباب 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 أنا هتجلد رسميا هتجلد مش عارف. الحمد لله. طيب يا قريت أيوان طلعتني يب ما شاء الله الله اكبر عليا. يعني البنت تيجي تقلدني الله اكبر تخش هنا الله الله الله. طب انا تورط تورط يعني ايه الذكاء كده تعدي من هنا على طول اجيبها. ايه ده لا انا مش هقدر اجيبك خالص يا رب يا رب. لا 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 يا شركة نبي يا شركة نبي نبي. لا دي ما تجيبش اتنين مش لازم اخرج واحدة. انا خسران خسران يعني انا بقول لكم اهو انا خسران خسران. طب بصوا يا شباب بصوا يا شباب اعملوا لايك اعملوا سبسكرايب عشان انا بص هنهدى كده نعمل ريلاكس وخلاص الدنيا هتمشي زي ما هي. يا رب يا رب. الحمد لله لسه زي ما احنا. اتجلدت يا شباب اعلانات برضو. لا حاجة روحي انا زعلانه يا شباب ان انا ضيعت فلوس عليها كتير بس انا هعمل ايه. طبعا اشتركوا في القناه اعملوا لايك حتى هو بيقول لكم اعملوا اعجاب اعملوا اعجاب لزابلير اياد عشان لو اني انا هعرف من دعمكم في السلسله دي بتاعت لودو هعرفها من دعمكم. اوكي يلا سلام.